فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فاتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، يا أخت فأشارت إليه، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتون.
سأستغفر لك ربي.